لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. دكتور نرحب بك معنا. بداية يعني أسبوع مناخ إفريقي بامتياز بمشاركة مصرية، ما المتوقع أن يخرج به هذا الأسبوع أمام تحديات جسيمة في المناخ؟ في البداية أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا اسبوع المناخ او الاسبوع المناخي في افريقيا هو اسبوع تم اطلاقه من خلال الامم المتحده. ده اسبوع بيبقى سنوي بيجتمع فيه تقريبا الخبراء والسياسيين من كل انحاء افريقيا. هذا الاجتماع هذا العام افتراضيا لقياس نبض العمل المناخي واستكشاف امكانيات العمل بالنسبه لجميع الدول. كلنا عارفين ان قضيه تغير المناخ اصبحت قضية كما وصفها السيد الرئيس في حوار بيترسبرغ اللي كان في ألمانيا أنها قضية وجودية. العالم الآن يتعرض لأشرف موجة من التغيرات المناخية في صورة جفاف لأنهار تاريخية في أوروبا وفي صورة موجات شديدة الحرارة في بعض المناطق المعتدلة مناخيا زي مناطق في آسيا وخاصة في الصين وفي مناطق في الولايات المتحدة وفي أمريكا الشمالية إلى آخره. أفريقيا لها خصوصية كبيرة بالنسبة لقضية تغير المناخ. أفريقيا لا تساهم في مسببات هذه الظاهرة، يعني أفريقيا لا ينتج عنها غازات احتباس حراري إلا بحوالي من 3-4% لكل قارة أفريقيا على مستوى العالم. فإذا هي قارة ليست مسؤولة عن هذه الظاهرة، ولكنها قارة يعني حساسيتها لتغير المناخ حساسية كبيرة جدا، وأصبح تغير المناخ يمثل مشكلة كبيرة لاقتصاديات دول كثيرة من دول أفريقيا. نعم دكتور، لكن واضح أن الكل مسؤول أمام هذه التحديات. كلمة وزير الخارجية سامح شكري مهمة فيما يتعلق بأن المجتمع الدولي متأخر في الإجراءات المتعلقة بالتمويل بالتكيف بغيرها من الموضوعات التي يمكن أن تكون عامل في تخفيف حدة هذه التغيرات على العالم بأسره. لماذا التراجع من بعض الدول؟ لماذا لم تتحمل الدول المسؤوليات المختلفة وهي أيضا يقع عليها تأثير مباشر من تغيرات مناخية مختلفة؟ التراجع من الدول المسببة للظاهرة وهي الدول المعروفة، يعني الصين تساهم بحوالي 30%، الولايات المتحدة ب 15%، والاتحاد الاوروبي 8%، والهند وكندا والبرازيل وروسيا، لان التزامها يعني انها سوف تتحمل تكلفه او سوف تساهم بتمويل كبير للدول المتاثره. ولذلك وبسبب ان التزامات او تعهدات تغير المناخ هي غير ملزمه لهذه الدول فيحدث دائما وابدا التنصل، حتى جاء ما يحدث الان. هذه الدول وهي معظمها دول معتدلة مناخيا بدأت تتعرض وبقسوة لتغير المناخ، وأصبحت الخسائر المترتبة على تغير المناخ بأضعاف أضعاف ما كان يجب أن تدفعه من البداية. وهنا يتضح أهمية العمل الجماعي. لا عمل مناخي إلا بال197 دولة، يعني لو أراد العالم أن يكون هناك إجراء فعال ضد تغير المناخ لابد أن يكون الإجراء جماعيا. أسبوع المناخ أو الأسبوع المناخي في أفريقيا جاء هذا العام في توقيت مهم جدا، وهو أن مصر وهي أحد الدول الأفريقية تستضيف مؤتمر أو قمة المناخ للأمم المتحدة رقم 27، وهي تمثل قارة أفريقيا في هذا المؤتمر وتدافع عن مصالح القارة الأفريقية. قارة أفريقيا ليس لها ذنب تماما في هذه القضية، ولذلك كانت مداخلة السيد وزير الخارجية لاستضاح الصورة أمام الجميع ولدفع الجميع لتحمل مسؤولياته والتزاماته التاريخية والأخلاقية مع هذه الظاهرة. نعم، عظيم. إلى أي مدى يمكن أن يفيد هذا الأسبوع المناخي الإفريقي مؤتمر مصر المقبل، مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بإذن الله؟ زي ما قلت لحضرتك أن مؤتمر هذا العام هو مؤتمر قارة أفريقيا، وتم اختيار مصر لتمثل قارة أفريقيا لاستضافة ورئاسة هذا المؤتمر.
من خلال الاسبوع المناخي الافريقي سوف يتم وضع الصوره كامله امام العالم وامام دول العالم كلها ان قاره افريقيا قاره ليست مسؤولة عن هذه الظاهرة، وفي نفس الوقت لديها فرصة كبيرة لاستعادة جزء كبير من التعامل مع غاز ثاني أكسيد الكربون، لأن عندي مساحات شاسعة، عندي 50% من الغطاء الأخضر موجود في أفريقيا. لذلك أسبوع المناخ سوف يضع النقاط على الحروف، سوف يكون هناك أجندة واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة، سوف يتم الاتجاه وبقوة ناحية افريقيا لكي تكون منقذ للقاره، منقذ للكره الارضيه من تداعيات تغير المناخ. نعم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا على هاتفك.